أول استوديو لي خاص بي كان في شارع 7 بنات، في عمارة قدامها فعلا بار اسمه بار القط الأسود، قدام معروفة إن سيد درويش ده مكانه كان بيخش في القط الأسود. سيد درويش مات قبل ما أنا مات، يمكن سنة 30. اسكندرية كانت في الوقت ده كانت كوزموبوليتان، يعني ما كانتش مجرد يعني بلد بتاعت مصر، كان فيها يهود وفيها مسلمين وفيها أشكال وأنواع. بس أنا شارعنا إحنا اللي كنا ساكنين فيه كان قدامنا محكمة، وبعد المحكمة في معبد ومسجد، وآخر شارع خباز تركي. يعني كانت اسكندرية كانت كده، وأنا عندي يمكن 24 25 سنة كان بدأت رحت في العطارين. كان في واحد طلياني عمل زي مدرسة، درس سيف ولي وأخوه، درسه مش عند الأب، أنا درس عند الإب، دي درس الفن فيها برضه. في وقتها كنت بدأت أشتغل مترجم. أيام الحرب العالمية كان الجاليريات بتيجي الأعمال كلها تيجي من باريس، لأن باريس كانت مضروبة ومفيش في الأغنياء في اسكندرية، الأجانب كانت بتيجي. يعني شفت بيكاسو وماتيس وما أعرفش إيه في اسكندرية، وأنا يعني عيل في الوقت، لأن دول بيبعتوا في ناس عند أصحاب ملايين أجانب بيشتروا الحاجات دي. فاسكندرية كانت وضع تاني، يعني غير اسكندرية اللي احنا عايشين فيها بتاع دلوقتي. لا سوريالي او انا ما بحبش يعني الانماط دي، التسميات دي، يعني ما بقولش انا سوريالي مش سوريالي، انت تبص وتحكم. المسرح القومي، المسرح القومي فطلب مني ان اعمل له كان المسرحية لسقوط فرعون، فطلب مني ان انا اعمل ديكور بتاع المسرحية دي. رحت المتحف، المتحف المصري، عشان ادرس جو بتاع المصريين القدماء. فمن هنا قعدت يجي شهر ادرس. اول حاجة الملابس، عملت الديكور، كانت الاول خطوة ليا ان انا اعمل. والفن المصري القديم والفن القبطي هي جوه الواحد، يعني ما بيحطش يقول ارسم دي تأثير قبطي او دي تأثير مش عارف فرعوني ولا بتاع، هي موجودة وبتطلع في الصورة، يعني غير ما اتكلم غير ما اقول انا عاوز ايه، بس هي موجودة. مكتبة هاشيت كانت مكتبة مشهورة في الحاجات الفرنسية وكتب الفن، هاشيت دي، وكان صاحب المكتبة اسمه أوسكار، اللي عنده الكتب الكبيرة سكيرة ومش سكيرة كنت أخدها بالتقسيط يقبل. وكان في برضك في الوقت ده كان كتاب الفنان اللي بدأ كان عمل اشتهر في باريس ان فنان يصدر كتاب هو وشاعر. جهت للحرب بتاعت اسرائيل دي في الوقت ده، بدأوا اليهود يغدروا من اسكندرية، طبعا كان لهم يعني عددهم كبير. فأوسكار انا توقعت، انا كنت في وقتها في العراق في بغداد، فبعت لوالدي جواب قلت له ارجو ان اوسكار انا متوقعه انه يغادر اسكندريه، فتشوف انا علي ايه، ما كنتش دفعت بالكامل الفلوس. فراح لوالدي
قال له أنا فوق أبو فلان وعاوز يعني أدفع أي المبلغ اللي يدفع. صار هذا الرجل اليهودي رفض يأخذ منه، قال له أحمد ابني، ورفض يأخذ من والدي مليم واحد. في الوقت ده برضك تعرفت على واحد كان أبوه مليونير، ناسي أنا الاسم، فبدأ يشتري مني، وأنا كنت في السنة دي بالذات اللي تعرفت بيه عليه قررت أن أسيب اسكندرية وأروح القاهرة، لأن ألفريد فرج اللي هو أقرب إنسان ليا كان موجود في القاهرة، راح القاهرة. فأنا وإدوار قررنا نقول قلنا نروح لألفريد ونشوف وضعنا في القاهرة دي. اتعرف علي ونزل في الاستوديو بتاعي، اشترى مني صور. بعد كده أنا لما رحت القاهرة بدأ يجي لي في القاهرة، أخذ مني برضك صورة، فأنا بوصل له صورة في الإسكندرية عاوز أغطيها، فأخذت ورقة عشان كنت راسم فيها إيه كده، رحت بطبقها كده على الصورة، رحت وعطيته الصورة. قام جه تاني يوم قال لي تعالى يا أحمد عاوز أخليك تشوف الصورة بتاعتك وتشوف الحاجات اللي عندك. طلعت فعلا عندهم حاجات، وطبعا كلها اتنقلت لفنانين في عصر النهضة، كانت موجودة عندهم. فوراني صورتي جنب صورة مش عارف بتاعت مين، حد برد من الناس دول، وقال لي شو ببص تاني. بصيت لقيت الورقة اللي أنا كنت مغطي بيها الصورة، يعني بقول لك كنت فيها رسم، لقيته في شديدة ومبروزة. فبقول لك يعني كانت اسكندرية، كانت علمت القصيدة دي اللي أنا شاركت فيها على جزار أدي النشيد الأول. رخصات مذبوح طي رف الزوال، وأنين قبرة تحشرج تحت عمدان المساء، وصهيل ناقوس تدق ضلوعا وكأن أشباحا تهوم في الظلام، وتهب أنفاس لها في الليل رائحة العفاء، وتكاد تخنق أي نافجة تطوع مع الهواء، وكرمة قد أنتنت ملقية فوق التراب. بعمل هي التخطيطات كده يعني، وأنا قاعد بعمل كده في ورقة على ورقة كده، على مش عارف بقلم حبر بقلم بتاع، وما فيش حاجة في دماغي يعني، أنا بعملها كده. بعد كده برجع لها بقومها خليها تدب فيها الحياة. إن كل الحاجات دي أنا أعملها قبل ما أعملها كده في ورقة قد كده.